سلطان هيام، أنا تحت أمركم. مولاي السلطان بالقصر؟ مع الأسف سلطانة، لسه لهلأ ما رجع. لكن روح أعرف لي وين راح. والله سألتهم كلهم ما حدا بيعرف وينه، وسمبل مو موجود، يمكن معه. أنا خلص ضيعته، أنا ضيعته. قلتي شي سلطانة؟ إذا كنتي مضيعة شي بدور لك عليه فورا. انقلع. انت هون ما انتبهت لك، كنت شارد. حلو كتير، ما قلت لي خلاص؟ عجبك؟ اي كتير عجبني، ان شاء الله ما يطول لانه مو مصدقه امتى البسه. سليمان، كنت عم استناك، حابة اعتذر على اللي ساويته. بخصوص شو بدك تعتذري؟ بخصوص اللي قلته الصبح، يعني مشان إبراهيم باشا. هيام أنا تعبان ومو قدران اسمع شي، وخاصة إذا كان هذا الشي بيتعلق بإبراهيم باشا. يعني أنت مو زعلان؟ اللي سامحتني؟ هيام خلص روحي. بس أنا حابة ضلني هون مولاي. مولاي، سلطانة هيام على الباب. دخلها. مولاي، طول الليل وعيوني ما غمضوا يا مولاي. في موضوع زعجني كتير والمفروض تعرفه لأنه كتير خطير. شو هالشي الخطير اللي زعجك واللي لازم أعرفه؟ اهدى بالأول، يلي رح أقوله له علاقة بالسلطانة خديجة. وعدني ما تعصب. هيام خلص قولي شو في. طيب، عم بيقولوا إنه إبراهيم باشا والأميرة إيزابيل علاقتهم كتير ودية، وعم بيقولوا إنهم عم يضلوا يحكوا بلغتها كل ليلة لوش الصبح. شو عم تحاولي تقولي؟ أنت مبارح ما شفتن وقت العشاء يا مولاي؟ بصراحة السلطانة خديجة كتير مزعوجة من وجود الأميرة إيزابيل عندها، وإذا بتفكر إنه في شي بينهم بيكون الحق معها. أنت بتعرف خديجة وضعها مو متحمل أبداً. مولاي انت اخذت القرار الصح. اي قرار؟ السلطانة خديجة مبسوطة لانه راحت ايزابيل من عندها. متأكد انه خديجة عم تتوهم؟
وما في شي من كلامه صحيح. أنا بعرف مين إبراهيم باشا من لما كان ولد صغير. إبراهيم باشا شخص صادق وأمين وبيتأمن على الروح. أي مزبوط؟ ما عندي شك بصدقه وخاصة معك. شو مشتاق أنام على كتفك يا سليمان؟ طيب سبقيني ويام، أنا هلأ بالحيك. ماشي رح فوت. هيام، عم تدوري على شيء؟ ولا شيء، اشتقت لك سليمان.